الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. مسألة كصاف صنايد حديث كي جابر إن صام الرأي التلمام، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. وحنر كي مجلدي ضعيف ذا شيخ الألباني الفضعيفيني هذا أحس زيادة وحو الشيخي أثر ك يعني وحن لا يعني مرسل كسعيد بن المصيب ومرسل كي إنه تحسيننا يا ابن حرملة وكتش رأي إنه مركا يا مرسل صحيح الإسناد يساقو مركا وحوية تاساس يدا بكتاقي أي شيء حديث كمرسل كي كلاي نسارور إنه مركا وشيخ وكسهوي مركا موسارورين مركا حكمك على كل حال وصين وشيقني وح مركا فائدة زيادة وحو قدري إن مرسل كسعيد بن صيب وياي مرسل صحيح الإسناد ساسو ضعيف هذا يعني كل شيء مجلد السديدات. حديث كافر بقول يكنتم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. إنه جابر يلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وحوها من مركا خطبة ليا إساق أوتاقا أي خطبة ذين شري ثم يجلس دبدنا وفريسا شري ثم يقوم دبدنا وإستاق شري وفيخطب قائما هذا نوح خطبة ذين شري إساق أوتاقا. فمن أنبأك كي كاغا ورما بويولي أما كوكا ستو كاغا ورما أنه كان يخطب جالسا إنو النبي صلى الله عليه وسلم إساق أفردية إنو خطبة ذين شري وكا ستو سدا كاغا ورما كوشيغا فقد كذب بأنبو شيغي. أخرجه مسلم المسلم بصحيح سكسو صاري ولما مركا وحاو يعني تلمامي إنبضان إنو النبي صلى الله عليه وسلم لاتو كذي ووحا مركا ويولي حديث كسي جرتي إلهي بان كدارته وحن لتك ذي النبي صلى الله عليه وسلم لو كنا صلاة ضوحك بذن فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة يعني لو كنا صلاة ضوحك بذن بان النبي صلى الله عليه وسلم أن لتك ذي سلا سيضاء أي مركة ويري لو كنا صلاة ضوحنا علماء وحي إلادين وقمت شيدا لو كنا جمعة وقمت شيدا وحو قمت شيدا لما كنا الصلاة دوت شمعة يا غير كذبة شمعة يا غير كذبة أما لما كنا الصلاة دوت وحوي وترى هذا بدن نبي صلى الله عليه وسلم لما كنا شمعة إن نتكن لما كنا شمعة إن النبي نتكن باب قطعنا صابت وحيت سنة كي وحكوت شرا لما يكنت المركز سجى حال مركز شمعة ويا وحكوت شرا والله بيا كنت شمعة سنة كذن وحكوت شرا marka hadii waxa weeye la tiriyo ila jumcadana waxa marka lagu sharciyeeyay oo lagu waajib yeelay madiina ayaa lagu waajib yeelay inkastoo markay isaga xajista qaar kood laga qaadan karo nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani marka horti in jumca la oogay sidaas iyada marka laga fahmi karo dana culimadu sibay u jamciyaan marka ala kulli hal waxa ay noqonaysa muddada marka waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam u jumcatu kaday جمعه بمركا إن جمعلت كذا بأي مشروع أهي لبكم وكيرتها مركا سيدا ساود العلماء وحي كفصرين إن لوغة جيدو لبكنا صلاة دود وجمع إيا مركا يعني صلاة كلا يفر الكابا يسوق جرتا أي النبي قلت كذا صلى الله عليه وسلم وحكا بضل حجيس كان وحاو تلماميا إن خطبة لغو خطبة دينا إيا خطبة الجمعة تاقني إن لغو خطبة دينا يا سيدا سيادة أي مركا حديث كتير مميا لابد خطبة دحضة أن مركا الله فري سنايا علماء تنوع عاسا ومركا إسلوء قليين تقنيل مشروع أي كتهاي أي شيء علماء قاركود وحي لذين وواجب إن خطبة دا مركا كم عادة اللي استاقه ويتقنيل لغو خطبة دايو ودحضة دا الله فري ستو لابد خطبة دحضة دا الله يرى فري ستو وهدنا مركا خطبة دا لابد الله وقعه وتقنيل لغو خطبة دايو لابد قربة وحي تهي مد واجب بي علماء قار كودي لهذين علماء قار نواصن بي لهذين علماء قرانا يواصن وحي مركا اعتمادين وفعل بي لهذين والنبي صلى الله عليه وسلم وران يعني خطبة جمعة استاقع وحاو سميهم فعلهان بغو سميه فعلهان ايو سميه الدائمي لكن معها مدو حوية النبي صلى الله عليه وسلم امري علماء مركا كلا قرانا يواجبنا وحي كقاتين دوام كأن النبي صلى الله عليه وسلم دائمي إيوه يعني إنه النبي ينقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أتو كذا السداء أركتين أنا أتو كان يؤكل قابك أي أركتين أنا أتو كان
قبل لم يدوت كذا أي نبي صلى الله عليه وسلم يري سنة وحوي وارن صلاتي كت على قويا أرن صلاتي كت على قا ويا توحان يتهي قاب كان نبي صلى الله عليه وسلم أخذ بدين شرين لا أخذ بدايا وحين قنيسا مرك واجب بين قنيسا اللهم إلا مرك يسقى الروح يعني أودي كرواي ويستاجي كرواي ويستاجي مرك عذر دارك أي وقد عظيم مويانه يعني روحي كلا وحين قنيسا إن مرك واجب كتهي سدا سيدا أي مرك نقنيسا والله أعلم حديث كافر بقول يكوب يكنتن وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما جابر بن عبد الله وحلق السوري إلى أرى الله كنه قضي سجي أبيه به قال إنه يري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاي وحوى إذا خطب هدو خطب دايه احمرت عيناه يعني إن ديه سمركا ويعسان شره لبدي سيندود ويعسان شره وعلى صوته عدكي سنسره كعشري واشتد غضبه عردي سنوى الدران شره أدي أدبع عردي سنوى الدران شره أو الدران شرتي حتى كانه منذر جيش إلى أد كم موديسو إنه مركان نعيدا يعني كدقايا إنه يحي إلى أد موديسو نعيدا صاصع ذا أما عل صاصع ذا من كدقايا إلى أد موديسو كأنه منذر جيش إلى أد موديسو ميد مركا عيدا كدقايا يقول أرنا يا أد موديسو ألقى سيس فوسيطة صبحكم ورويكوا بريست عيدا ومساكم وإنكو قلبيست أما الصبح بقى لينسو قلبي أما قلبت لينسو قلبي يعني ميد ساسو كلا أرنا إلى أد موديسو ويقول وحرنجر أما بعد انت هدب ديد مياه أي مهما يكون من شيء فبعد يعني وحك استوى مركا يعني شيء أهادبا وحك الضنبيبا يعني فإن خير الحديث كتاب الله يعني واروح خير بدن كتابك إلهي يعني واروح خير بدن يعني قرآنك وكتابك إلهي وخير الهدي وحان مركا الطريق لقوها نونه وحاوقو خير بدن هدي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد طريقة سيوكو هنوني يعني وحلو ضبدي هدي هي مركة هدى هدي اللي هذا وخير الهدي هدي وحي نقنيسا طريقة اللي هنوني نقنيسا هدي اللي هذا وخير الهدى هدى محمد هدي اللي هدى مصدر كبه لكيني مصدر كي هدي لكيني وحي نقنيسا هداية هي الدلالة هي تسيطان كايا لغت المام وخير الهدى يعني مركا هنون وحوف يعني هنون يتسيطان يوحشيدس وحوف يعني هدى محمد محمد صلى الله عليه وسلم هنون تيسي وحشيدسي آية مركا وقف يعني لكن وخير الهدي هدي ليلة ذو حين نقنع إسا طريق الله هنونه يوضل راعه وحوف خير بدن هدي محمد صلى الله عليه وسلم طريقة نبي محمد يعني مركا أمري أو كهنوني تساوق خير بدن وشر الأمور أمورها وحوق شر بدن محدثاتها كود لسود الرسية يا مركا أوق شر بدن وكل بدعة بدعة مانتيد ضلالة بادوي رواه مسلم المسلم صحيح سكو السوري وفي رواية له رواية مسلم سناتي كانت وحيا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة النبي يوم الجمعة مالين تجمعه خطبة شري يحمد الله إلهي ومهدين شري ويثني عليه ويثني وأمان شري إلهي نبي صلى الله عليه وسلم عليه أي على الله إلهي كركيس أي أمان شري ثم يقول دينو حران شري على إثر ذلك تاد بديد يعني إثر وأمرك يعني وعقب بالغة المامية يعني تاد بديد وحول هذا الكامرك وإلهي تاد بديد وحران شري وقد على صوته والحال بحران شري قد على أكرن قضي صوته عد كيسه هذا الكهر مركا وينوس والشاقي وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وفي رواية له رواية مسلم سناتي من يهده الله حياله النبي ورنشري وحكم إذا من يهده الله كوكستو إلى هنوني فلا مضل له عذها يعني هباتسا أما مركا اللمسا أما السقنان ومن يضلل كوكستو إلى هاي مركا وفيا أما بادي أيو فلا هدي له عده نسان مركا ما جرته وللنسائي نسائي وحوصناتي وكل ضلالة بعد ما انتهينا في النار النار تايه كسو قنتهي وحديثك وراء مركا يساق ايه كسو درينتاس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار أحكو سوري النسائي
أي سنن كيسك سوري علماء قاركود نمركا وصحيحيا وشاف الألباني إرواء الغليل ك يصحيح النسائقة ومركا يسرح المركا وقص صحيحيا وحول سنة كيدو وصحيح وكذلك مركا وحول لبضع أرناؤض يقول مركا تخرج كزاد المعاد كأيكو صحيحيا وإلاد سنة كيدو يعني مركا صحيح وي سنة كيدو يعني صحيح وي حديث كان يوحو ينوت الماما يا النبي صلى الله عليه وسلم قابك أوخد بذين شري والنبي صلى الله عليه وسلم مركا أوخد بذين أيه إنو عدك النول نولين شري وحوي مركا عد مركا يعني كلل ويعني مركا صرية إنو مركا كوهدر شري ويعني سي مركا ضعيفة أنو النبي صلى الله عليه وسلم مركا أوخد بذين أيه أنو هدر شري وأيه يعني عدك مركا إلا النولية ومركا يعني كر مركا الله هذا لا يعني دتك مركا يسقى تأثير كودة إيه مركا السامين تمركا سيدة خطبته دتك السامين إيسو إيه سيدة أيو برارو تشين إيسا لبدا واكا قيب قادن إيسا لبدا با واكا قيب قادن إيسا إسكو وحي يدو لشيغ إيه أيا وحد سورة ودا قاب كلو شيغ إيه إنه دتك السامين إيه إنه السامينين مركا سيدة ساودهد إن وحوية خطبتي قاب دتك اي كو سامايسين لا سمايو او waxaa weeye aad iyo aad codka marka yani sara loogu qaado loo nooleeyo yani marka sidaas iyada ayay waxa weeye xadiiskan marka uu ku tusinaya marka qaabkaasi waxa uu yahay yani marka qaabka marka yani mashruuca ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu sameeyay ee marka afdalka weeyaan ila ay ka gaarsiyeen saxaabada caradiisu waa daran jirtayo واحد مودانين عيدا مركي سجا كديجا يولا عيدا كيدين سوقل وروا الله إذا هيا وروا تن الله إذا سوق جري وعيدا كمركي سجا الله إذا كسر وحوي وابري سي إكك عماشة نين وحوي السيد أصله وحنا الأكسون يقف مركي هادو خطرنا عسو كلا أوجي هاي إنه أدي أذ مركي سوا حسيم ورا رضي الله إنه وقايلنا يو سيم ورا رضي الله إنه مركي وقايلنا يو أيا مركي سجا الأكسون يهاي مركي السيد أصو كلا يا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام وعقابك آخر كدقيو ما دام مركي ساح مركا وحوي وعذابك دتك وقدقيو وحوها مركي ساقام إذا آدي آد يعني مركا تأثيرك وصيو هو ينادو يعني مركا وحوي عدك نؤنو لينشري وصيو مرار دلاع وكالي مركا ولاحظ له يعني مركا وحوي وآدو عريسا يعني دتك مركا ميدو لاحظ له خطبت أي مركا نبي صلى الله عليه وسلم أها وعكرا حديثك وكتو السنية خطبته إن مركا يعني أما بعد إن لو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم أدي أدو استعمال كلا أما بعد إنه يلاذو حديث فربضم من قصار أرطاي إلى علماء قاركودا يلاذين ومتواتر أما بعد إنه النبي قولن شري قدور يصدن صحابي وحكبذن بمركا سوري أي سلاس يدا علماء قاركودا يلاذين وحكروا كم إذا حيالا النبي صلى الله عليه وسلم قولن شري إنه تلمام وحوي إنه يور وقفي عن يهي يعني القرآن كوقفي عن يهي يعني مركا الطريقة يوضل وهنوننا إن ودد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمري كوهنوني وددس إنه يوقفي عن تهي يعني وحوهي إنه سداس يدا النبي صلى الله عليه وسلم ومركا أشيك شري ددك أو خطبك مركا آدي آدي قسو علين شري داسنا وحي قسو عن تهي يعني مركا خطبة الحاجة أي مركا سداس يدا يدنا مركا وجرتا أمورهنا إنه يقشر بدين وحل السود الرسية بمعنى دين تلقى السود الرسية محدثات كوحل لغة شدائي محدثات في الدين دين توحل لغة السود الرسينا يلقى عصبنا يسينا يو أي مركا لغة المامية مركا وحوية وأمورات وقشر كبدن بدعا كستانة يعني وحوية روايات قاركود حديث قاركو صارورتي وحي شيغيان فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وحوية وحكستو دين تلقى السود الرسية وبدعو بدعا كستانة وضلاله مركا وحوية بدعة كستا ما دام أي ضلالتها وحلقت الماما يا إنا شرعي إنا كسونين بدعة في الدين وحسناء بدعة ونفسنا الدين تمركا لقصة الدرسية إنا نكشرين أي هالكاس يعني لقى قادنا يا حديها دبلا إلى هذا سيد الله أرنا يا بدعة كستا وضلاله يعني مركا سيد الله توجيهنا يا نبي قايل صلى الله عليه وسلم سيد الله قفصر يا ما دام مركا إيسا قايل ترتو وحيا ربطنا لسود الدرسية وأن مركز هذا اللورين وضلال مركز أما وبعدي مركز اللورين أي كم تاي مركز القرآن كم مركز مصاحف تلوج جمعية أي كم تاي وحوي يعني عمر بن الخطاب هذا الكيسي وكلا وإشكال سمين كرا يعني قصة بسن
يعني إنه مركا يعني عمر بن الخطاب لنعمة البدعة هذه أذو بعض الإشكالات بالسارورين كرا تذكر قاركود وحيلا يسارورين وحكم إذا عديثك مركا تلموي من صنى في الإسلام سنة حسنة ويدري الشنيان بدعة حسنين إسلامك كجرته أيدري الشنيان أي مركا كم إذا لكن على كل حال كل ذلك واحد دليلي كما الصغنى حديثك نوع عموم كيسا وحمركا يعني تخصيصا وحديثك لقى الريبيو الصغنى ذي ومركا حديثك لقى الريبيو لقى خصيص سيانا مجرو سيساوي دي علماء قاركود هذا الكايدادا ومن العام المخصوص عام كلا خصيصي كميتاي وحديثك مركا يعني عموم كيسا معها ايوا لا خصيصي مركا وحلقات المامية يعني بدعك استودين تكوسا بسنو السيئة باللوتشيدة أما هذه حسنات أيده مسوق إذا قال يسوى على قريبه تنوع عاصم مركيس قوامد باطل وأنصح عينوي نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكل أدمو قع العلم كلا خطبتك الصو خطبة يو حورن كلا وكل بدعة ضلالة مركه هذه وحوي أي جرت بدعة ضلالة هين هذه شران نبي صلى الله عليه وسلم مرهم ببرار وكلها وهي مركه قاعدة وحيت تأخر البيان عن وقت الحاجة في حقه لا يجوز بالإجماع يعني بيان كأي عضين توقت قاعدتك أبهين لقد بدقة يعني النبي كان سبديس صلى الله عليه وسلم أبنان ماءها وحي تايمد محرم أوه مركا عن أبنانين يعني مركا ويان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أيا مركا إلهي ويلي مركا وحا لأمري تبليغ يا بيانك يا عضين تيذتك قارسين تيسا يا لأمري مركا وح مركا النبي صلى الله عليه وسلم خير أو أوغا يعني أودتك كقريه مجرو وحشر أو أوغا وأنا ودتك أقدق إن مجره مجرته سداسا ولا هديه حوايا بدعكس تعين الضلالة هينو بعض البدع يعني وأن ضلالة هينو دين تلقوس ودرسي هذا يشير لها يين نبي صلى الله عليه وسلم أرن قدتك وقارسين لها وأنا عدين لها حرف أرن كقصة أبسن أطل ماميا بدع قار كذا دين تلقوس ودرسي هينا إن الضلالة هاي شيء جيانا يعني من الله ما هيو مركز سداسا ولا هذا الكنوع عاصى الأرن يو من العام المخصوص يعني من مركا وحوية صحيحة ما هي ومد باطلة وي وحانا مركا علماء مركا يعني قاعدة هنا اي تلمامان عموم كوالا استصحابا يو يعني الى وحخصي سلي الى ايو عامل مدي سال لوقاتا سيدا وحوية بابك استصحابك اي وصول فقه قبا مركا علماء اي كاقهد لان او حوية دي عام صعرورو عام كان وح مركا خصي سيلا انت اللي الى ايو وحوية عموم كيسا لوقو عمل فليا عموم كيسا ايا لوغو عمل فليا يا لو قادنيا سدا سيادينا waxaa weey waa waajib yaani marka ku saabsan umumka in caamnimadiisa loogu amal falo ama shubahaadka lagu soo aroriyay maqamka waxay marka noqonaysa nusus marka in la soo aroriyo nusustaas marka aan yaani daliil maqamka u ahay nususta waxa kamida man sanna fil islam sunnatan hasana yaani daliil maaha diinta inay ku jirto wax la bidaa hasana inay ku jirto yaani diinta hadisku daliil maaha وهي مركا حديث كان وحكو عطيني سابتي سايكو عطيني سا نبي صلى الله عليه وسلم وحوي من قوليو يعني مركا يعني تباليسا ومريجح شيحان وطا وباهي اي كم وغتاويمي مركا سان نبي صلى الله عليه وسلم مساجدك اي مركا ككعي دوادنا مركا سو حوي مركا ضدك اي حوي مركا صدقة كبوري او لتصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره يعني الى اخره وحانو أخري آيات كقاركو ذو مركا إساقا يعني إنو نارتا إن وحلوهر مرصدو يعني مركا تلمامي والنارتا وحوية مركا كبقى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني آيات داني مركا وأخري نبي صلى الله عليه وسلم مركا ساو حوية ننبع صدقاتي مركا بلابي مركا ساو حوية نبي صلى الله عليه وسلم مركي ننكي صدقاتي بلابي ذاتكي كالنا أي قد إيدين أي نبي صلى الله عليه وسلم وحويري يعني وحوية من سنة في الإسلام سنة حسنة يعني مركا فله أجرها يعني ننك مركا إسلامك يعني كل سنة يكون شرعية يعني مركا سنة وناكسن لو ما تشاهد مركا سنة يعني وناكسن إنه بدعا يسكبل أبانا يو طريقه ويسوي يسكبل أوضي إنه الله إمانا يو وهي مركا يعني سبب الورود كحديثك وكسو أروري ومركا يعني قطعية الدخول يعني أما وقطعية الدخول مركا يعني في الحديث حديثك إنه سوك ودقليا وقطع سلاح علماء مركا جماهير تأصوليين تأي كتاقين ما دام السيده سيده اي تهي وحويه نبي صلى الله عليه وسلم يعني وح بدعه او نكا سليمي او مركا تلمام اني حسنه تهي ما جرتو اي وحا النبي اوجا جيده من سنه في الاسلام سنه حسنه وحو كتلمامي شيء وحويه شرعيه او شريعه لو شرعيه
يعني قفكي مركب بلابع عمل فلك لغو عمل فلايو وددك وحوية أهر سيدة أيها اللوغة تشيدة يعني ددك وكلا صدقاتي هديك يعني مركا حوغا كقابيا صدقاتي أو من صدقاتي مركب بلابع وددك تصوه صدقاتي إلا بلابع وددكنا أي كطايدان مركا وحلورنا يا من صنى في الإسلام سنة حسنة يعني من صنى في الإسلام سنة حسنة وكذلك الشيء وحوية سنة شرعة كوها أو وحوية مشروع كوها وددك أي إلا وين حدي مركا الرحصون نوليو بلابنا يدنا الساس اللي أقو حلورنا يا من صنى في الإسلام سنة حسنة لكن مراد كاللوغة جيدة بدعا حسنة الشريعة إن لغو سود الرسية اللوغة ما جيدة ومعناها لغة ما تلمامي ومد الله بعد وحيث ويدين لهذه اللي يلادو الشيء مركا يعني بدعا حسنة يا سيئة يا إلادة بدعا دين تلغو سود الرسية بدعا في الدين يعني مركا وحيلادة حسنة يا سيئة دين اللي يلادو وحيث ويدين لشيء حسن كان محل لقوه كان يا حسن جيسة يا وناك جيسة شيء سيء أنا محل لقوه كان يا مركيسة يعني حمانتي سي محل لقوه كان يا هدي لا إلى هذا عقل قايا لقوه قرن يا هنا يتني حسنة تاي تنا مركا سيئة تاي تاسي وحلورنا يا طريق قاسي طريق أهل السنة معها وأيو إنه شيء حسن يا هي إنه مركا سيء يا هي لقوه أوجادو مركا عقل قا مركيسة قال لقوه أوجادو يعني إنه شيء الصواب قطع اللقية إنه عقاب قطع اللقى لوغما غران كارو عقلي او كليا ميد لوغو غران كار ما اها اي waxaa weeye ahlu sunna wal jamaa waxay qabaan inu shayga thawaab iyo ciqaab ay ku taalluqaan waxa lagu ogaada yaani sharciiga ayaa lagu ogaada yaani waxa kamati mu'tazilatu al-aqla wa ka marka yaani ay oranayaan culimadu sida marka jamcu jawaamica ba ku sugan yaani qolada mu'tazilada la yiraado firqalun sanahi waxay marka xakam iyo haakim ka dhigatay aqliga markaasay waxay yiraahdeen ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح وحكسو عقله وقو حكمه انو وناكسن يهي وحوية شيئا سوى وناكسن يهي وحكسو يعني عقله وقو حكمه انو حن يهينا شيئا سنوى حن يهي مركا صدا سيادة اهل السنة والجماعة مقابان وحوية حسن وحا الشريعة اللقو يلادا وحي مركا الشريعة ايضا تاي يعني وحوية ما ربنا لم ينهى عنه حسنه وغيره القبيح والمستاجن صاحب المراقي وكورنيا وحي مركا ربيجين انو نهيين ان غريبين يعني كا حسن با لا يرادا وحي كا كسوهارين قبيح با لا يرادا مركا وحا ويه ما ربنا لم ينه عنه مخو يري او ورن وايه وحو ربيجين ان امري ام رسولكين صلى الله عليه وسلم ان امري وحي اوجا جيدا حسن كسو اسو غدا غلا مباحات كلفتودو سداي اسو غدا غلا او وحا ويه حسنكي اي اوغا ميد نوقدان مركا ربيجين wixii marka aanu inaga nahayeen oo dhan waxa loo oranayaa waa xasan baa loo oranayaa yaani sidaas iyada waxa weeye aya marka la yiraahdo marka hadii la yiraahdo waxa weeye aqliga lagu ogaanayaa inay bidcadani xasanad tahay iyo inay sayiato aqliga lagu qiyaasayaa hadii sidaas la yiraahdo waxa loo oranayaa taasi dariiq sharciye ma aha oo waxa weeye ahlu sunna wal jamaacana ma qabaan waayo marka yaani ahkaamta sharciga iyo masaa'isha xukumkooda mid aqliga kaliya lagu ogaan karo أهل السنة والجماعة ما قبان إيوح قبا مركا إيساق أهل البدعة يا قبا ومعتزلة يوحي الله المال أيا مركا قبا مركا سيدا ساودهد طريقا سي طريق سنية سيدا سانو أهي ومد اللبادي هديلا إلى ذو شرعيقا لغو غانيا شرعيقا أيا لغو غرانيا يا لغو غانيا إنو شيقا سي مركا يعني حسن يا أيو بدعة سي أي حسنتا يا دي سيدا سي لا إلى ذو شرعيقا هدو كتسيي شيقا سي إنو حسن يا أيو وناكسن يا دو كتسيي بدعة بنقون مايو او waxaan iswaafaqaynin inuu bidac marka noqdo oo waxa weeye marka shariicadu wax ku cusub marka uu noqdo oo marka la iska bilowday oo la iska la yimi iyo waxa weeye inuu marka noqdo yaani inuu marka xasan noqdo oo shariicadu marka waxa weeye ay ku tilmaanto inay hadana xasan u yahay yaani labada shay mid iswaafaqaya marka sidaas iyadaaba inay u ahay sidaas iyada ayay inay marka u ahay marka waxa weeye أرأي بدعة لما معنى الله استعمالها بدعة لغوية يا بدعة شرعية أي الله استعمالها هذه علماء قاركودة إلى هذين مثلا بدعة حسنة واجر تايو وبدعة دي مركة دليل الله هيو وحي يوغج إذا مركة صوكة لمركة الشافعية وكالمركة السيدة ليهي وحي يوغج إذا بدعة لغوية يكتل المامية أو وحي اللغة دي بدعة كوة لكن شرعي أن بدعة كوة هين أي تشريكرة وحانا مركة تشريكرة وح شرعي مركة بدعة كوة marka waxa weeye wa kullu bid'atin dalala wa hal lagu xambaaraya wixii sharciiga bid'a ku ahaaba marka lagu xambaaraya ama wixii markaysa waxan marka shariicadu ay sharciyeysay laakiin yaani laga yaabo
إنه يحوى يدد كمركا كعصبتاي يعني تاسو حلورنا يا بدع لغوية والورنا يا إنا السنة تاي يعني مدي ليسو تسالد وحي تاي واصلة وحوية صلاة التراويح يعني كم علقته كان يا عمر من الخطاب وددك أوروريا ويلو وبي ابن الكعبة تشي ومركا وكيري تاس يضو كلمركا يضو أو عمر من الخطاب نويري نعمة البدعة هذه ويري يعني وحوية بدعة داس وحي علمته كجتش وابن بدعة شرعية ما هو بدعة لغوية بدعة لغوية ويعني بدعة شرعية معها أما وحوية صلاة مركا يعني تراويح ذا إلا تكدو يعني أما قيام الليل إن رمضان لولي مادو يعني للي مادو وحي تايميد مركا يعني السنة والنبي ونقب الرئي صلى الله عليه وسلم إن شما علقوا سمينا وميد النبي صلى الله عليه وسلم فعلهان وسميي فعلهان وهبين ذا قاركود ورمضان كم بذا أي النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك تشيي وأي ذاتك كحدين وأي كدبتك كدين مركي دمنا مركا النبي وحوية قرقي سايو اسكريتو كذا ويددكي ووسو بحواي وحانو مركا إساقا سيدا وحوقوتو كذا يا هاي فقشاو كبقاي إن ددكا لغو فراليهلو اللغو واجبيو يعني صلاة دا مركا قيام الليل كاما تراويح دا إن لغو واجبيو أيو نبي صلى الله عليه وسلم كبقاي مركا سيان ددكا لغو واجبينين ووحوا يدوال عرن قاسي حارج يدباتا آيان وغنقنين أيو نبي صلى الله عليه وسلم وغسو بحواي الذي النبي مركا إنه ضدك أصاب بحوه وشماعة كتوشيه وإستقاد داينا مركو الشرعيه يدبديد وحي مركا هيد إلا السوشي وماشي كبح ذيوهيان ومركو النبي دنتي دبديد إن مركا ديب لغواتي بيا صلاة التراويح وحسو رقلا معها ويا وحيقي واقعي يعني مركا وحيقي واقعي أو حوايا دينتنا ولا كامل يالي أو إلهي وحولا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مركا ما دام السلاس يدا اي تهي وحوهي علذي ما دام ماشا اي كبحضي شما عدي النبي السمية صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح وشمع كتوشيي وحي نقن ايسا مد مشروعة او سنة باي مركا نقن ايسا مركا يعني عمر بن الخطاب مقعوغ وكم مقعابي يعني مركا نعمة البدعة هذه وبدعة وكم مقعابي وبدعة نعمله ونفسا وكم مقعابي وحمركا وقتش اذا بدعة لغوية اما بدعة شرعية مركا يساق معها من أخبر كرتو إن بدعة شرعية النقطة وح النبي صلى الله عليه وسلم شرعية وسنية حديث دبل إلى ذا علماء قاركود بوحي سمايين إن إلى ذا بدعة واقع بسمان وشنت أحكامود بقر ما بيس سيد عز الدين بن عبد السلام أو حوي مركا وحي إلى ذين يعني شنت أحكامود مد ولي بقر ما بيس بدعة واتباع يمد سنة يمد مباحة يمد مكروه يمد محرمة أنتم بتشران حديث سيد إلى ذا محل غير جوابية شوابتهد وحوية بدعة أي سلا سيادة أقايبيين وبدعة مركة إساقة اللغوية أي مركة سلا أقايبيين أو وحي اللغة مركة إساقة بدعة مركة يعني كر موبي كرتا أو بمعنى ذاتك كعصب وحي نقون كراني يواجبهين يعني سنيين يعني مكروهين يعني مباحيين يعني محرمين يعني مركة سلا سيادة باللغة شيدا لكن وحوية بدعة مركة في الشريعة ما بدعة في الدين دينتي بدعة مركة لغة بدعة استهلغة يعني يضو ضلالة وحانا هين من نقطة سيدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشاقي حديث كان وحمركا يعني عموم كيساس يعني اللقو خصيصة يو وحلق غريب يو يعني عموم كالغل لحين يو أما اللورانا يو عموم وخصوص لوغة شيدو أما اللورانا يو عام أولا خصيصي مدنا بوحلقو يو لهذا والدليل مركا مقام كميال أو مركا الله ما هيو مركا سيدا ساوي عموم كاسا لقادنا يا عموم كاس أيا مركا لقادنا يا مركا وحوية مركا الليه وكل بدعة ضلالنا وحلوغتش إذا بدعة في الدين وينك إريقا كوعل علينا في الدين قيدك وهي بدعة الشرعية دي ووحد دين تلقو سود الرسية وي أما وحيالها الدنيا ده مركا عصبة للي مادو سيدة ديارة ده إيا وحيالها مركا صناعاتك إيا ورشدها إيا وحيالها مركا يعني نوع عسل الله إيمان إيا لصمين إيا تاسي وحوية بدعة في الدين معها وحوونا النبي صلى الله عليه وسلم لأنتم أعلموا بأمور دنياكم يعني مركا إذنك أيا هو أقوم بضن أمور تمركا الدنيا دينا وحال لقيقا يون شيء شريعة حاران تنمي سينان وأهين أيا لقيقا لكن إلا بي إلا شيء شريعة الدليل مركا اللوغيه له يعني إن مركا يعني إن النقطة يعني لما شرطيه الدليل مركا خطابي بمعنى خطاب يعني حكم خطاب وبنين إياه إن له لما شرطيه وحكم في المركا براء الأصلية مركا إساقا إن لقد دليشهده براء هذه أصل كاللون إسبيعي إن لقد دليشهده أيا كافي ومركا كفلا مركا سيدا ساوي عموم كا وح لقى خصيصة يا ساسين وشرين أمثلة ذا مركا وكم بحياة عز الدين بن عبد السلام أو حوايا أمثالية ولو حتى ارتبي دعوة اتباع يمت صناع يا أشياء ذا نوعها سيدا سيدي
وحوية أشياء النوع عاسي أو تلمامية وحوية بدعة في الدين بمركة من قنيسة أو حيالة دي للشريعة كله أيوكو تلمامية وحوية إني تاي يعني مركة بدعة مركة إني تاي أيو مركة كو تلمامية تسالي هذونا وحياها تاي مثلا نوكلا وحيالة بدعة واجبة وكلا وحوكة تلمامية يعني قرآن ككل منت لكل مية عمر من الخطاب مركة وكل مية تاسو كلا وحوكة تلمامية بدعة واجبة مركة إني تاي قرآن كمركة مركة قرآن كلا قرآنا وحي تيميد النبي صلى الله عليه وسلم مركة يعني أمري ويا ونبي صلى الله عليه وسلم وحول لا تكتبوا عني غير القرآن قرآن كوحان هين هيقى قرينة فمن كتب عني غير القرآن فليمحو حديث كمسلم صحيح كسوري كي قرآن كوحان هين هيقى قرآن هم الصحو هبا بيو أي النبي صلى الله عليه وسلم يري مركا ين قرآن كالقرى وضيعات لقيلة ليو ولا حفيدو وحي تايميد شريعة مركا لينو أمري ويان مركا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وامرين مركا نقطه بدعو يعني ميت سورتو بكرتا سدا سيادا ايين مركا واهي ميت سورتو بكرتا سدا سيادا ايين واهي بدع مباح وكله و هو كمثاليه ان وحا ويه يعني وحياله كصابسن امورتا الدنيا مركا امورتا الدنيا دونا سيادوا وا اسك مباح بدع في الدين معها مركا سدا ساودا ضابطك كما رموبيسو يعني ضابطك مركا بدعة في الدين مركا يعني كمان رمو بيسو وبدعة النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم دين تلوسو درسين ايو تي مركا وحوية كمان صابسنا او يعني سلو يلا دع عموم كحديث كاري من ايسا وحا مركا كلا يعني مركا يدونا مقام كعطين كرا عز الدين بن عبد السلام وحل قصو وريا مسائل فربضنا ولو مرت النعاس وبدعو وانا ضلالو وبدعو وانا ضلال امور بدن او يري ايا مركا عز الدين بن عبد السلام كسغناتي امورها وحكمدا يعني امورها وسدا سو كلمه مركا ويري وا بدعو او ادي اد انكري وحكمدا يعني صلاه الرغائب ان فيليا اني كميدا هي صلاه الرغائب ليدادو وحكمدا هي وحيالها كلمه مركا وحويه ويري وا بدعو يعني سلامته مركا يعني ددكو اي سي سلامان يعني مركا صلاه العصر يا صلاه مركا الصبح دبديد يعني لبدها دبديد إن يدتك مركا إيس السلامان مركا صلاة كبحان يعني صلاة إن كبحان عددها دتك قار كود باس سمية تنوع سكالان وحكوت ما بدع مكروها إن يتهاي بدع مكروها إن يتهاي أي مركا كوت المم مركا أشياء بدن ودتك مركا يعني قاعدة أصل كاكا قاتو تقسيم البدع قاعدة اللي يرادو تد بدن أو كقاتي وحيارا البدع حسناء كدقيان وعز الدين بن عبد السلام ويقول مركا إيسا هو بدع وإن كريبا جرته تاسنا مركا إيسا وحال مركا أمثلة بضان أي مركا ليضهي وحانا تكارك كرتا أمثلة ذا قاركود يعني مركا أصول البدعة يعني كتاب كلي لادو أو مركا علي الحلبي مركا إيسا هو ألفي أي مركا الوارك كرا وقواعد بدع أوليه يعني أكا قهض لي كتب تبدع لغا قري وحاوفي عن كتاب مركا يعني لي لادو الاعتصام الشاطبي مركا الشيخ لا يرادا مركا والف ابو اسحاق الشاطبي ابو اسحاق الشاطبي شيخ لا يرادا يا الفي وحانو كميدها علماء دي مركا اسغا مغاربدا ايو مركا كميدها وحانو كميدها علماء دي كنت اثرتي يعني مركا وحا وهي دعوتي يعني مركا تقي الدين ابن تيميه انت سو كتبتي سان ودهلين وانو مركا اسغا تماما او ودا تاثرين هدانا مركا اسغا بعض كميدا يعني مركا اموره يعني مركا إصلاحي قاية تجديد قاية وكبا قاية بعض كميدو كغتا أسري أو مركا وحوية ومركا يعني كتبتي سكفا إليستي لكن كتبتي سمو ده هلينو سيدا ساوده أمورك لو مركا إساق حاني ساق قليسا يعني بدعو كسونا واتشران وحانو يعني مركا كتاب كسو كتاب معتمد وبدع مركا لغو اعتماده حتى نيضا يعين كاتا تقعيد كمركا لقاعدين يبدع يو حوية ضوابط عيلاده أدي كتاب في عن مركا وياهي inkastoo la yiri mu dhameystirno kitaabka uu dhaxda ayuu kaga dhintay oo waxa weeye aad u dhameystir ilaa markay isagaa aad iyo aad u silaya badnaan laha haddana marka qudhiisa bidac kale ku sugnaaba jira oo tasawuf iyo waxa weeye yaani tamashur inta bale oo in waxa weeye ta'assur markay isagaa ashaacirada uu ku ta'assursan yahay sifaadka uu aawilayo iyo tasawuf markay isagaa yaani isaga ku sugnaa yaani umuraynkaas ayaa markay isagaa waxan marka ku jira siyaasa awadeed ba markay isagaa waxan marka باحثين معاصرين تمركا ميد كميدا يا وحو كقري رساله ليدادا الاعلام يعني بمخالفات الاعتصام والموافقات كتاب مركا ليدادو اوغيسين ليس اوغيسينيو
مخالفات كمرك يسقى السنة أما الشرع خلاف سن موافقات كي اعتصام كلابد أما مرك يسقى فسقان أكادوا على كل حال أمورها نوع عسي أمور الدين هي إن وحوية لقفة إذا استماعها لكن وحوية مرك وزلات يسنبر الحوية وهي أنشيخ وعدان أو مرك كدعي مرك لكن ولقفة إذا استماع أمورها نوع عسنا ومد لقفة تحدير يوهي كتاب كيسنا كتاب هذا قيمة بدن يعني ويان معاصرين تمد كم يدنا وصو اختصارية وصو كوبي أو حاوكي يلي مركا يساق رسالة مختصر الاعتصام يعني مركا علوي الثقافة إلا يلادو أي مركا يساق اختصار قصة السمائي سيو مركا يساق حال مركا كتابكو حدي ودراسة قل ايو الله ديقا ايو ايو حدي مركا يساق حال مركا يعني هذا الكوبان مركا قفكو وربو أو هذا الكبضان لقيا بينو كلا إلا ومد والبا يعني سيو مركا وقفا إذا يستو أي مركا يساق مختصرة أي مركا يساق نجرة وحانا في عن مركا يساق كنوع سو كلا تدريس أهان بل قفا إذا يسنكرا ومركا لقل لقي كرا مركا على كل حال شبهات كأهل البدع وأي دريشدان أردان وأي دادان بدعا كستا ضلالة ما أهو دين تلقوس ودرسية بدعا قار كودان ضلالة أهين باشرتا لما أنت شبهات كاسوا شبه مركا يساق الليتا ويان أو ضعيفة وأن مركا يساق وحي يعني قوة أن مركا لهين حديث كافر بقلي لبي كنت نوعا عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحو عمار يريه وحن مقرى رسولك الله صلى الله عليه وسلم ورنا إياه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه إن طول صلاة الرجل صلاة ننكو إنا إداراته وقصر خطبته خطبتي سناء إقابته مئنة على مدوية من فقهه يعني مركا فقهه سمركا كتوسين إيسا أما علامت كم إذا فقهه نمديس كم إذا إيا أحكام تشريع هذا سيدو علمي أقول إياهي وأرن مركا كم إذا وإيا علامتها كتوسين إيا كم إتاي رواه مسلم مسلم با صحيح إيسا كسوري مركا أولي بالزيادة أي حديث كلا سعطة يفاطيل الصلاة واقصر الخطبة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة ديرية واقصر الخطبة خطبة نقابية يعني سيدا سيدا أولي بالنبي صلى الله عليه وسلم أي قصي الدري مركا تاسي وحي كتوسين إيسا إن وحوي صلاة مركا لديريو مركا نسبة خطبة الله إيغو وهدي اللي يلادا حديث سقار كودو حالينا قو أمر التخفيف كصلاة لخفيفين يو إمام يدو صلاة إينا خفيفيان أيا لينا أمري مركا سيدا الله كل منا يا فاطيل الصلاة صلاة ديريا يا حديث كلي شيغ إيسا يعني صلاة إينا خفيفيو فليخفف مركا وحلو كل منا يا تطويل كي قصره يعني قابنت مركا صلاة لقابية لخفيفية إيو ديرينت اللا ديريا مدولي بوا شيء نسبية يعني مركا إطالة أما ديرينت لين أمريا إيو خفيفينت لين أمريا لابد اسم عارضيان واسم ديريان إيو حوية تنوح لقات الماميا نسبة خطبة مركا الله إيغو يعني مركا صلاة دوها ديراتو سيدا سيادة أيا لقات الماميا نبينا صلى الله عليه وسلم مركا وخطبة دين أيو خطبة مركا قابن وهم بدنين وكلمة يروا لحفيذ كراءة أي نبي صلى الله عليه وسلم كم عياشك خطبة دين شري عدد النبي صلى الله عليه وسلم ما يهين خطبة دير ومركا يساء وقت دير يعني قادنا يسددك أي كد عليان سيدا عدد وقت ينو أي تهي سيدا سيادة مركا ما يهين سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيدا ساودد يعني مركا خطبة دا يعني إن بدنا وكم إذا وحا يسميسو وكل صاحب سن خطبة دين يادو ديريسو تاسو حيث وخلاف السنة المحمدية سنة رسولك صلى الله عليه وسلم من خلاف سن ويان أو نبي بن أمري إن مركا خطبة دا مركا لقابية أولي ما مركا خطبة دا لقابية وإن يتهي يعني أمور مركا جوامع الكلم وإن مركا كوبسطة ولما يوصي بدناتا أنا حقا وحوية توحيدك هي مركا أمورها نوعا سيني كورن تسين دب إن شاء الله تعالى كتلمامي دون وتوحيدك هي إيمانك هي ذاتك مركا يسقى حقاس وإن يعاد مركا خطبك يعني مركا يقدسان مركا على كل حال ديرين تل أمريا وديرين نسبية تخفيف كمركا الأمريا وتخفيف نسبية لابد اسمع عارضيا مدول بوحل غفصير ياون سيدي نبي صلى الله عليه وسلم ونديري ونقابي مركا وحوية إسكسيا يوم بين قريسا مركا وحوية على كل حال لبشا يوئس عارضيا سيدا سيدا أيين مركا واهي وحان الله يري علامات مركا علامات كم إذا علامتها كتوسين ينك في قيسا كم تاي مركا سيدا سيدا وحلقت المامية يعني فقيه وحاو كد ذالا
يعني مركا ددك وحوية سدا وهذلك وكوب لها شرع هذا أقنت أولي أين هذلك إنه مركا كوبه يعني مركا أي كان سنة يساء سدا سلا ددكنا وحوية إن يكون عاجسين أخذ بدي الله صوت دابيو ويخطبك ومال عامة وحوية الروح علمي لي الروح جاهلي الروح كستابة وإيمانية مركا سدا ساود إن كراهية سن وحن فعينا أي كراتقان أي مركا مهمة حديث كافر بقول يصدح يا كنتن وعن أم هشام أم هشام وحلق السور يا بنت حارثة وإن حارثة هاتي رضي الله عنها إلى رأليها كالنقض قالت إني تري ما أخذت كمان قادنين قاف والقرآن المجيد سورة داس إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عربك الرسول كمهياني يقرأها يضو رسولك حال مركك آخرين أيو كل جمعة جمعك استبع على المنبر منبرك أوك آخرين أيو أما استيناف بلغت يقول يقرأها رسولك صلى الله عليه وسلم وك آخرين شري يعني سورة قاف كل جمعة جمعك استع على المنبر منبرك كركي سايوك آخرين شري إذا خطب الناس أدودتك أخد بدأي رواه مسلم مسلم بقى صحيح إذا كسوري حديث كان وحاو تلمامي نبي صلى الله عليه وسلم إن خطبتي سمركة جمعاء يقبضني إن آدي آد مركة وآخريه سورة قاف سورة قاف إن آد وآخريه وهي سورة قاف وحي كورنتا بعثك يعني مركة وكورنتا وحي كورنتا مركة إساقة توحيدك يا صفاتك إلهي وحكم إذا جيري ذا وكور رميسا قيام ذا وكور رميسا خلقه إلهي أشياء ذا أبو ريبي كور رميسا يعني أمور أبدا أي مركة كور رميسا يا مركة توحيدك يا مركة يعني مركة يوم الآخر رمينتا للرمينة يا مركة كسابسا مركة سيدة ساودة العلينة النبي صلى الله عليه وسلم كسو العلينة يا وحي كتسنة مقاصد سورة داس كور رميسا إن هذا خد بده شمع الولد ذاله أي مركة وحوية تلما ميسا يعني هلك مركة دفر بدن خطب كودو أي النقدين يعني خطب مركة حماسية أو حوية سياسة ونسك قصافسا أي النقدين أو سيدة بدن وحوية آني مركة يعني أموره كصافسا توحيدك يا إيمانك يا بعثك يا أمورها نوعاسة أي نياد مركة اهتمام بدن خطب كودو مركة أي نيقو السمينين وحي كنتو سنيسا نبي صلى الله عليه وسلم خطب كيسو إني أبضنايين يعني خطبك جمعاء إن أبضنايين إن مركا إيمانك إلهي للرومين أيو بعثك مركا قيامة ليس صو صاري جيريدا أشياء النوع عاصة صفاتك إلهي أمورها سنة آدي آد خطبك النبي صلى الله عليه وسلم مقور من جرعي سورة قافنا إن سنتها إن مركا لغو آخر يو لغو ترتر خطبات دا مركا إساوحا جمعاء أي مركا كتو سنة إساو اللي بآد لغو العلي حديث كافر بقول يا أفر يا كنتن وعن ابن عباس عبد الله ابن عباس وحلق السوري رضي الله عنهما إسقى يا أبي إلى رأله كأنه قد قال إنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يوحى من تكلم يوم الجمعة كي مركا هذا لا ما لنت جمعة والإمام يخطب والحال الإمام إمامك يخطب إسقى خطب ضينا يفوه كمثل الحمار يحمل أصفارا وحول مدي هاي سدي الضمير أكل ويحمل مركا سدا أصفارا يعني كتب حمبارسا وجمع مركا وحوي سفر يعني سفر أي وحلي كتابك وين بالليل هذا أصفارنا وحوية وجمع عديوي سيدي الدمير مركة وحوية كتب حنبارسان وكلا أيو لمدية سيدي الدمير كاسي كتب تهان وقو انتفاع عينين أيا روحا خطبتا جمعية دا يسعون يسع هذا الله أيا آنو مركة جمعها آنو قو انتفاع عينين وجو الشبه لسكي شبه وحوية وعدم الانتفاع وانتفاع لعنطا مدنبا سيدي وحوية وقد ديفين بيسوق ميد حقا وقيهم بالغات المامية والذي يقول له ككورنا يا أنصت آمس ليست له جمعة وحجم على إلى ذا أم السقنان رواه أحمد إمام أحمد بأسوري بإسناد لا بأس به سندا وحد لباتيه كسقنين أي كسوري وهو يفسر حديث أبي هريرة حديث كان ابن عباس أذو علماء قاركود وقويا علماء قاركود وحي تلمامين حديث كان حسن ياي سدا وحوية حافظ ابن حجر بهدو بإسناد لا بأس به وعكرا سدا سيدي ابن كثير أو يلي إسناد وحسن وإن تكلم في مجالد من قبل حفظه وله شواهد من أحاديث أخرى يعني وحوية حديث كسند كيسو وحسن يعني مورا وحسن حديثك سمركا لا يلاد شواهد أو تلمام يا أيو كقوية وحو تلمام يمركا سند كيسو وحسن يا أيو كلام كمجالد لك هذا الله إن أنا يكدقين حديث كيسا إن لتحسيني وحوية سيحادنا يكباتشين إسا تحسين كاين يكباتشين سيدا سيادة أي مركة تلمامي شواهد كلنا إنه لا يعي أي مركة وحوي إشاري وحكى له مركة حافظ ابن حجر لفتيس فتح البارقة
ومركا كامس حديثك وحانو يلي شاهد قوية وابن عمر لقى سووريي وموقوفة ابن عمر كؤة أي أمر خاتك عيا حديثك أي حديثك يعني أمر خاتك عيا مناوي لفتي سواح ويلي إسنادك سوا حسن سندك سوا حسن أحمد محمد شاكر تعليقه ومسندك كليه سندك سوا حولوا حسن أو حوكت الممين سندك سوا حسن يهي أي مركة الممين مركة هذه علماء دورة أي سيدة سيادة أو تحسينيه هيا شع علماء كله ضعيفيه يبقى مركة شرا وحديثك الممين ومركة ضعيفيه هاي وحكم إذا مركة هاي ثمي أي كم إذا وحوردتك مجالد مركة بدن كذوا ضعيفين نسائنا لبر رواية ولا رواية هان وكو توثيقية يعني رواية كان يعني وضعيفية منذ لفتي سو وحقوت الماما يو إشاري إنو حديثكو مركا ضعيفية إبو إشاري ابن الجوز لفتي سو يعني مركا حديثكا وضعيفية يعني ابن عبد الهادي يصونا محرر كأيو كوت الماما يمركا أولي من رواية مجالد بالغة السور وليس بالقوية وإنو ضعيفية إبو يصونا يعني مركا وإشاري شيخ الألباني لفتي سو وضعيفية شوكاني هرتي يعني هرو ضعيفية يصونا مركا أدو على كل حال حديث كل بقى قدر بكك وبنيهاي قدر كورا وحي تلمام يسمى تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني مركا تاس وحوية تفسير كاس رواية تاس مركا يفسير يسفى قد اللغوتا وإنا نكو انتفاعين يعني مركا أو تلمام يدو مركا لفظي قاسوك لي مركا يعني وحش شايدة وما مركا قرن لكن مركا قدر كدنبئة مركا وحوية والذي يقول له أنصت ليس له جمعة يعني قدر كاسو حوليه اي مركا شواهد بوليهي شواهد انا وحكمدا حديث كمركا وحوي يصور يي امام احمد وتلمام يا ومن قال صح فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعه له ومن قال صح كي مركا كويلا هذا مركا اسغا وحل ميد كلي امس كويلا هذا ميد هضلي بو كويلا امس يعني فقد تكلم كاسو هضلي ومن تكلم فلا جمعه له كي مركا وحوي هضلانا وح جمعه لي هذا مالها امام احمد با صور يي سنه كي سنه وحا كسغن جهاله ايا كسغن سنه كي سنه جهاله أي مركا كسوغان مركا سيدا ساوي قدر كادم به والذي يقول له أنصت ليس له جمعة وحوي أي مركا إسا هو حسن قدر كاسي مركا إسا حشايد كأولي أي درتيد أي مركا حسن كوي أي ابن كثير كمركا شوايد أو تلمام أينا وحوي قدر كادم به أي أمر خاتك عيان ومركا أي تلمام أي مركا وحو تلمام أي وحوي ككورنا أي آموس إنانو جمعة لهين إنانو جمعة لهين جمعة ما لها محالة تلمام أي شمع ما لها مراد كلوجة شيدا إجمال بكشرة محلقة المامية شمع ما لها وحلقة المامية بمعنى فضل جمعة مية لنا يأ وحوي صلاة الظهر وكلا وحصل ليس تاسنا وحلق سوري حديث كابن خزيمة وسوري قتل المامية ومن لغى أو تخطى كانت له ظهرة كي وحوي اللغوية واللغوي لي مادة أما مركزتك كتلة أفسد الظهر بين النقطة ظهر أي مركز النقطة شيخ الألباني وحول السنة كيس وحسن ابن خزيمة وصحيحي ساس إلا يقول حوية لبضع أرنا أودنا تخريج جزاتك يقول حوية وكو تحسيني أنا وحي لأن سنة كيسو حسن مركا حديث كاسي ليست له جمعة وصيف السيري أو وحا وكف السيري إنا يحوية صلاة جمعائين وحسلين أو حوية فضله مركا خاص كاها جمعة لها إذن نهلين مركا وحوية ظهر أيون نقريسو ظهر أيون نقريسو سلاسية أي حديث كاسي مركا أوت المامي مركا ليست له جمعة حديث كاكلا ابن خزيمة سوريي أي مركا فصيريا ومعني سسيعة ضينيا حديث كافر بقول يشني وكنتن حديث أبي هريرة وهو يفسر وحفصيريا حديث أبي هريرة يفسيريا رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعة إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد اللغوت يعني وحوي حديث كنفتي سشايد بوياي قدر كدنبه أو وحوياي معناه قدر كدنبه والشيغي ويسون الشيغي فقد اللغوت ليست له جمعة يعني وحوي واي مركا اسم السريان او وحوي اسم الديديان اذا قلت هذا قلت لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبك صاحبك هذا قلت لهذا انصت امس هذا قلت لهذا يوم الجمعه مال انت جمع والامام يخطب والحال الامام امامك يخطب خطبه دينيه فقد لغوت لغوي اياد لاتيم لغوي وهذا الان فائده لهين اما معنى لهين مركا هذا الان معنى لهين وفائده لهين اياد مركا وحوي لاتيم اي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مركا ويري علماء قاركودنا وحي كفسرين مركا لغوي انه مركا هذا لوغه جيد هذا الفاحش وحن بعد مركا لاتيمي سدا سيدا اي علماء قاركودنا يعني كفسرين مركا نينكا
أرنايا وحوي أمس جمعة اللقمة هذلا سداسية ذاكو أرنايا وحو قدنايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي مركز سمينيا وحديث كان فائدينيا وحوقتي كل واجب أه إن للسمايو والشرعي واجب أه إن للسمايو أي وقتي أخذ بضع جمعة عن مشروع بأهين أو عن بناني سداسة أودت أي أنك يري أنصت كيري صاحبك ليري لغوي بضلتهم أما جمعة بمريهد أما جمعة بمريهد تاسي وحي فايدين إيسا يعني لبا حديث ومركا ترجيح إذو نوعا ما أتكادي ما دام أي يعني مركا المدوى لبا عام ياي وجن عام كياي وجن خاص كياي أي حديث كان على كل حال يعني كرفران كرا لبدا مركا وحوية الدليل وحي تاي ولبدا مركا الدليل مركا مثل ماما يو إن وحوية وقتها مركا إمامك خطبضين يو إن الله حضلين إن الله حضلين وحي عام كتاي كلام أردن وحتى صليق النبي صلى الله عليه وسلم سوقل يو صلق النبي صلى الله عليه وسلم وسوق لي أحاديث قاركودنا وحي تلمام إيسا النبي صلى الله عليه وسلم أدي الله حسامك عيسى لصوق هذا إنه وحوي لغو صلي قال بخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي يا حديث تلمت كابا صار وتسحا وكذلك يعني صدح دي ومركة جبريل هباري النبي قال الويل آمين ده وحكم ده نين مركة يعني أكتسى لغو صوق هذا وأنكو قو صليين كاسي مركة إلهي مركة النار تاكفق إيو آمين النبي محمد مركا سان دوادنا وحان ريبوري آمين وانا حديث صحيحة وانا حديث يعني صحيحة لبدا حديث مدولي ووجهنا عام بكياي ووجهنا خاص بكياي والله ما مركا مدولي بمركا يعني ووجهنا عام كأه ووجهنا خاص كأه حديث كمركا هوري اكو صابسان وقتك الجمعة انا الله هذلين وحي عام كتاي هذا الوردن وصليق النبي هنا كميدي هاي مركا وحوي ايا مركا يا عام كتاي وحين خاص كتاي وقت الخطبة فقط وقتها خطبة الجمعة كلية أي مركة خاص كتاك حديثك كليسة الشيخ أي نبي صلى الله عليه وسلم دي مقعيس لسوق هذا وآن لغو صليين وعيدك يقود دي نارت الشيخ أي وحا مركة يساقه عام كوية هاي أوقات أردن وحان خاص كوية هاي صليق النبي صلى الله عليه وسلم وكلية أي خاص كوية هاي لبا حديثة مدولي بوجهنا عام كي هاي وجهنا خاص كي هاي أي مركة سؤال أوري يعني وحوية تاسنا ترجيح دي أدي أدبو أدقي هاي والله ما مركا يعني الدليل هذا إسعاردان ومد ولي بوجهنا عام كيا وجهنا خاص كيا هاي سيد اللوك الأرجحة وحقصوا عن مركا يعني عصري أي كشرة صابته يقصوا أنت وحي تاي مد كودينك كلا لبو خصيصة كما أوليسنا قادات هذا كلا خصيصة يا وكلا كو خصيصة يا وحلو قرنا يا عكس جينا ترى هذا كلا ترى هذا كلا يعني كو خصيصة يا كان كما أوليسنا لورنا يا ما حد كو كلا أرجح لك ويمد ولي بوصوا بما كلا لبو خصيصة وهي كل عموم من وجه ظاهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر يعني هادو حوية عموم كواتي كم موقضة قال بدا الدليل مدوى لبا واتي مركي ساقا عام كيا واتينا خاص كيا هاي يعني حكم كوحوة هاضي يعني مركا الترجيح اللي قوكا لأرجحه يعني إلا كلا أرجحه أي حكم كوحوة هاضي يعني فالحكم بالترجيح أي كائن بالترجيح ترجيح بو حكم كوكسوغا هاي حتما معتبر فالحكم يعني مركا بالترجيح حكم كالقوكا لأرجحه يعني حكم كالقوك لا حكمة بالترجيح القوك لا حكمة يعني مركا معتبر يعني خبرك هو معتبر من لقديها صحيحة يعني معتبر من اللي تحقن له وهي حتما يعني أي يحتم حتما مركا وحوية على كل حال وحلونا يا صليق النبي صلى الله عليه وسلم لقصر لي أوقاتك لا مركا أن خطبة جمعاء هين واجب ويا هيا شو وقتك مركا جمعاء لخطبة دين أيوه مركا ما لغو صلينا يا مثل مركا كما صلينا يا وحلورنا يا لبدا عمومي تخصيص با قالوا اشياء با لغا ريباي ومركا تكا تخصيص كو قالي اشياء دا لغا ريباي وحوية يعني هدين لأيغو يعني مدول با مركا تخصيص وا قالا لورنا يا هيا شا مركا وجي كاليكو كلا دوانان كران وجي كاليكو كلا دوانان كران وحي تاي وقتي كان خطبات الجمعة دا يعني وحوية وح وقتي كلا واجب اها أيان وحوية فصح عن وقت قال لفصحين درادد ونقول يمدان بنانين ومحرمة تاسنا وحوية وحيها توك لأنه يعني المنكر منكر كي إلا الرياب أما معروف كي إلا أمره يضع وقتك كلاي واجب تهادنا وقتك خد بدك مع ما دام إذن خاص أو قارع الله إن إنه روحي مركة مستمعة قصة لي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله إن وحو نقول يمدان مركة أبنانين بنقول يا مدان أبناني أيون نقنيا يعني مركا قياسا على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف يضو لغا قياسا أيو معروف كإن لأمره منكر كان للنهي
مسألة يدو لغا قياسنا أي سيدا سيدا يعني مركا تهي مركا خلاصة وحيتي على كل حال على القول الراجح أقواش أهل العلم قولك الراجح وحوهي وقتك يعني خطبة جمعة إنا نمرك إيسا وحال مركا الدين نبي صوق هذا مقع إيسا صلى الله عليه وسلم إنا نقص الليين ويان هذا هو مركا إيسا يا مركا كلا ينقص اللي وي لكن وقتك خطبة مركا يعني أي جرته لبدا خطبة إلا أنت دمان أيان وإن النبي صلى الله عليه وسلم كصلين وحكى له مركا حسيد مدن مدام مركا وحوي شيء معروف كأمر كيسي يا شيء مركا يعني منكر كنهي كيسي هل كاس أمرأي قال له قلت الممي اللغو إنا يتاي وقت يا خطبة ده دو مركا لي ما دو روحة يعني مستمعة إمامك هدو إلى آموس إساق وحوكم السورة يعني وحرجكم السورة لكن ذاتك مستمعين تأيقوا إنا يلادان مركا آموس إنه يعدكوا إلى هذان وحضلان تنوع عاصمركا وحاوي مدعو بنان يضو معها سلساوي إذا هذا الله ذكرنا وقم بدنا شبدانيه هذا استغفارك إنه مركا يقول مشروعه هذا استغفارك هذا يحوي آمينتا يعني آمين لأرنا وإمامك وحاوي مركا أخذ بضينا يخذ بديس وقبقبين يدعى ودعين يعني وحاوي مشروع معها إنه وحاوي إلى هذا آمين آمين إلى هذا وأيو سيدي الغوي لآموس إذا ناتكو هذا شاد آمين كتر هذا مهي الستيب أهل العلم يقاركو ده وحي تلمم إن وقت قادتك إنه تأمين سدان وآمين إلى هذا إنه بدعتعي ويا أهل العلم يقاركو دنا أي تنسيسيا أمركا إشياء مركا على كل حال إذا كي مركا وح إذا نادو هاي ستامتر تسيدي اللي قولو آموس إذا دنباتكو هذا شو مداد هاي ستا يعني سيدا سيدا أي إنه مركا واحي أكرا حسيد مدن وقت مركا للدعين أيوه قعمها مركا يعني شمعة يعني مركا شمعة جذهدة هدو مركا يعني إمامك الدعيه قعمها إن للرفعية معها يعني قعمها إن للرفعية وما إمامك مددك كلام مركا أي رفعيان يعني وحوية معها اللهم إلا وحلق الريب ياون أو حوية ورفعنا يا وقتك وحوية واستسقاء سمينا يا اللهم اسقنا هدو إلى قعمها سروه قاضية لكن أنت كلا وحوية دعادي كلا خطبة قلت ماذا يعني استسقاء هين قعمها وحوية مرة فعين أيوه نبينا صلى الله عليه وسلم قعمها سرأو مقادي شرين وقت يأخذ بضا جمعة فرت أيو تاقي شري فرت أيو نبي صلى الله عليه وسلم يعني مركا تاقي شري سيدا ساودت بصحابة قار كود مركا السمايين يعني أمر دقار مروان من في ريائين مركا السمايي وكي إلهي انقطح الله هاتين اليدين يعني إلهي هحوم أيوه يعني لبضا قعمود سر الله قاضي إلهي مركا هحوم أيوه يعني واتي سلا سيدا صحابة قاركود أي مركا أوها بارين مركا وحوية على كل حال وقتها كلا يدعوينك جمعة ذا مركا خطبة إذا أنا هين يعني أوقات قارنا النبي قلنا رفعية سروقة ذي قعمها أوقات قارنا أنا سروقة ذي ميقول بواسوق أنت واترتا هذا أي شيء على كل حال وقتها خطبة الجمعة إنه قعمها للرفعية يعني مد مركا مشروعة دعاء ذا للرفعية مد مشروعة معها حديث كافر بقولي اللحية كنتن وعن جابر قال جابر وحول دخل رجل نبا صقل يوم الجمعة مالين مع يصقل والنبي والحال أن نبي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين فقال وحول كور نبي صليت يعني أي أصليت مئة كتين ومن باب حذف همزة الاستفهام همزة الاستفهام كبال حذفي قال لا وحول مي قال قم فصلي ركعتين استاد وحول فصلي تكو ركعتين لبرك عدوتك متفق عليه والإسكوا فقصيهي بخاري مسلم بالله بدو يسكو وافقين أي سوورية نينك سوق لي وحوها نين لي سليك الغطفاني نين لي يرادو أيوها مركا نينك سليك الغطفاني لي يرادو النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحو يري أصليت قبل أن تجلس مياتك تيغ انت آنت فريسا نينك هور مركا سور مي مركا سور نبي كوري صلى الله عليه وسلم استاد ومركا تكو لبرا قعدتكو لبرا قعدو النبي أمرينا صلى الله عليه وسلم وحوها يعني مركا تحية المسجد يعني مركا لودي رقعدو دي سلانتا مساجد كآتي يعني مركا أي أي أهي وحوى يسنة قبلية مركا معها جمعة دانا وح سنة قبلية وكهر رئيسا جمعة دا مجرته والنبي صلى الله عليه وسلم منتكنين يعني أمنات المامين إن وحوى جمعة دا كهر إلا تكاذو النبي صلى الله عليه وسلم أمنات المامين مركا سنة قبلية على كل حال ما لها سيدا ساودت يعني علماء قاركود قياس كاي سمين ايان واي اردان ايان وحانو قياسان ان صلاة ظهرك او ظهرك ما دام اي بدل كتاي جمعاتو يعني ظهرك وحوية سيدي مركا اي سنة قبلية اولا هاي ايانو مركا جمعاتنا سنة قبلية
uga hormarinayna tan noocaasi waxa weeye waa mid marka qalad ah yaani marka weeye in looga qiyaastaana marka isaga ma suuragal aha in looga qiyaastaana ma suuragal aha oo qiyaaskaasi waxa uu yahay qiyaasun yaani gairu sahih qiyaas aan sahih ahay waayo tarkiga nabigu sallallahu alayhi wasallam uu marka ka tagay sunnada qabliyada aanu qawlan iyo ficlan midnaba aanu u samaynin yacni dadkana aanu ku boorin inay mashruuc tahay in aanu u tilmaamin waxay ku tusinaysaa sunna qabliya markaa mashruuc ahi inaynay jirin ayay markaa ku tilmaamaysaa wa midda kale waxa weeye adaankan markaa hore hadda lala yimaado waxay tahay markaa mid yacni nebiga sallallahu alayhi wasallam waqtigiisii jiray may ahay muu ahayn markaa adaanka kale ee ka yacni markaa ka horeeya intaan imaamku yacni korin mimbarka intaan imaamku mimbarka korin yacni waxa weeye waxay ahayd midaan markaa waxa weeye jirin adaankaas hore waqtigii nebiga sallallahu alayhi wasallam ee waxa weeye cusmaan ibnu cafaan baa markii dambe yacni markaa la yimi cusmaan ibnu cafaan ayaa markii dambe ijtihaadan yacni markaa u sameeyey marka maadaama ay sidaas iyadaa markaa tahay oo waxa weeye waqtigii nebiga aynay jirin yacni in markaa la yidhaahdo waxaanu cumuumaadka qaar baanu ka daliishanaynaa wa bayna kulli adaanayni salaa laba adaano kasta salaad baa u dhaxaysa waxaa loo jeeday adaan iyo iqaamo kasta qiimi salaada la qiimayo iyo addimaad la addimayo kasta waxa u dhaxaysa yacni markaa salaad baa u dhaxaysa laba ragcadood in la tukado haddana waxa weeye yacni adaanka iyo iqaamada dhexdooda wax salaadii suuragal ma aha oo imaamkii waxa uu saaran yahay khatiibkii mimbarka ayuu saaran yahay oo adaanka dambe waxaa la addimayaa isaga oo mimbarka fuushan ayaa markaa la addimayaa markaasna waxa weeye khudbadii buu u kacayaa marka la dhammeeyo khudbaddaasi markay bilaabantana waxa weeye ruux markaa dabad ka soo galo taxiyatul masjid tukanaya mooyaane dadkii kale ee joogay inay salaad u kacaan oo tukadaan mid u bannaan ma aha mid u mashruuca oo u bannaan ma aha ha yeeshee ruuxii markaa dabad ka soo galaa oo taxiyatul masjid markaa tukanaya isaga waa mashruuc bay u tahay isaga mashruuc ayay markaa u tahay nisbadiisa laakiin dadka kale sidaas iyadaabayna ugu bannaanay inay markaa sunna u kacaan sidaas aawadeed xadiidka bayna kulli adaanayni salaa saas aawadeed baanu daliil ugu noqonay waayo markaa labada adaan ee la sheegay waa min baabi taqliib waxaana looga jeeday adaanka iyo iqaamada ayaa markaa looga jeeday marka adaan iyo iqaamo kasta waxa u dhaxaysa salaad baa u dhaxaysa yacni markaa sunno oo qabliye ah ayaa markaa laga tilmaamaya sidaas iyadaa ayaa markaa looga jeeda sidaas in la-eeg waxaa la mid a xadiidka markaa tilmaamaya maa min salaatin mafruudatin ama maa min salaatin maktuubatin ilaa wabayna yadayha ragcataan yacni salaad farali ma jirto hadday jirtana waxaa ka horeysa laba ragcadood oo markaa la tukada ayaa ka horeysa xadiidkaasina calaa kulli xaal waa xadiid saxiixa ha yeeshee wax daliili uguma sugna in markaa jumcada sunno qabliyaha in laga horeysiiyo wax daliili uguma jiro waayo macnihiisu wuxuu noqonayaa un salaadii nebigu sala allahu aleyhi wasalam yacni farala ee uu ka horeysiiyey ama uu markaa inoo sharciyeeyey oo ina markaa inoo sheegay in salaad qabliyaha laga horeysiiyo sunna qabliya laga horeysiiyo ayaa la odhanayaa maa min salaatin mafruuda ilaa wabayna yadayha ragcataan ama waxa weeye salaadii aanu nebigu sala allahu aleyhi wasalam laba ragcadood ka hormarinin aanu inoo sheeginna in laga hormarinayo iyadu marka isaga waxaad markaa lagama deliishan karo yacni cumuumkaas oo waxa weeye lama odhan karo waa laga horeysinaya waxaana sunnada nebigu u qaybsantaa sunna ficliya iyo sunna tarkiya ayay u qaybsantaa oo waxa uu nebigu sameeyey sala allahu aleyhi wasalam in la sameeyaa siday sunnada u tahay ayaa wuxuu ka tegay cibaado ah ee qasdan uuga tegay nebigu sala allahu aleyhi wasalam in laga tagaa ligayri maanicin iyadoo maanic u diidayana aanu jirin yacni markaa qasdan wuxuu nebigu uga tegay in looga tagaa oo cibaado ah iyaduna waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa sidaas aawadeed ayaa markaa yacni ahlucilmiga ama jamaahiru ahli cilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen yacni markaa arkaanta beytkii afarta ah labada uu nebigu istilaamay in la istilaamaa inay markaa waxa weeye inay sunno tahay oo mustaxab tahay waa labada markaa xagga iyo manxiga ah labada markaa yacni xagga galbeed xiga ama xagga shaam labada xigana nebigu sala allahu aleyhi wasalam ma istilaamin oo ma taaban sidaas aawadeed ayaa waxa weeye jamaahiru ahli cilmi ay ku tageen salafan wa khalafan inaan la istilaamayn oo la taabanaynin yacni markaa ay ku tageen sidaa ay sheegeen baana marka isaga waxaa markaa yacni mashruuca oo marka isaga fadli badan bacdu saxaaba waa laga soo naqliyey sida mucaawiya oo kale markaa inuu istilaamay waa laga soo naqliyey laakiin waxa weeye saxaabadu waa ku inkireen oo culammadii saxaabadu waa ku inkireen oo cabdillahi ibni cabbaas uu ka mid yahay waa ku inkireen marka sidaas aawadeed taa waxaa la xisaabinayay min qabiili zalla min qabiili zallaati alculamaa yacni culammada zallaadkood oo kale ama sambirixadood oo kale noocaas oo kale ayaa la xisaabinayaa laakiin arrin markaa lagaga dayanayo yacni ma aha arrin lagaga dayanayo yacni markaa
معها معاوية الله أرنا يا مركا إسقى واسونا مركا الله أرنا يا معها وحلا أرنا يا وحوي إن للسمايا مشروع معها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأ قالوا حلا أرنا يا من قبيل البدعة يعني مركا وحوي وي أو نوع بدعة إنه قريسا مركا تنا أرن اجتهادية معها وأرن من قبيل الزلة سنبر الحوك على الحسابين يا صحابي أنا رأيي سادع صحابتك لكو خلافته أو حوية من قبيل الزلة لحسابيه يعني حالك نوع عسى يعني ما من عنايسه صمينت صحابة قارقود مركا السمايين إن بدعلق حكومة مركا إسقام الدين ليسه ما دام من قبيل الزلة لا اعتباريه أو سنبر الحوك على لقصه قاضي وأن لقصه قاضي مركا إسقام مسألة اجتهادية الله بقوله مركا معتبر يكسو قيهين أن مركا لقصه قاضي ساسودت بإمام الشافعي وحول علينا أن نتحرى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا وفعلا وحين سارن سنياش رسولك صلى الله عليه وسلم إنه قصد نكود ذاله هضيت هاي مركز سميني هضيت هاي كتاكتان ووحو كتاك يا عبادة عين إنه كتاكنا وي وحو سمي يا عبادة عين إنه سميننا يعني ويان سلاس يضع أي مركز وحوية ويري مركز سنة تركية على كل حال أي وحوية سلاس يضع أجرتا مركز وحوية سنة جمعة كهر ريسا سلاس يضع أي مركز أجرين مركز سنة تركية أي خلاف سنة قياس كلها قياسا يدور كلها قياسا يانا مركا قياس كنا هذو مركا خلافه يعني مركا هذو خلافه يعني مركا حديث النبي أما سنة مركا أو خلافه النبي قليا صلى الله عليه وسلم وحاول نقضى قياس مركا إسا باطل وفاسد الاعتبار أي مركا نقضى والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى يعني وحوية خلافك أو قياس وخلافه نص وخلافه أما إجماع خلافه وحيكون مقعابين علماء لما انتود وحيكون مقعابين يعني فساد الاعتبار بيكون مقعابين وينو يهي قياس فاسد الاعتبار سدا سيدا أي هاي أي مركع علمدو يعني يكون مقعابين وحكرو حديثك اللي قدر إشانا يا أوكسوغان إنو حوية تحية المسجد كفردق يارا يا مركع وقفك فريستو مركي بهدو كعوين المركع فردق سيانو ريدين تحية المسجد كي أيو حوية حديثك مركع وقوت السنية وحكرو وقوت السنية مركع مؤكد إنو إني تاي يعني مركع السنة مركع يسوح المركع تحية المسجد كو إني مؤكد تاي ومثل الأذكية أي تاهي أي كتسنة سعلم هذا قاركودنا وواجب بإلادين لكن القول الراجح أرنا وأصارقنا وحوية وإن مركا إني واجب أهين أي مركا سنة تاهي سيدا سيدا أي قولك الراجح إميسان كبضني مركا إسقاوي هاي قولك الراجح إميسان كبضني سيدا سيدا أي مركا ويهاي وحكرا حسيد مدن نبي صلى الله عليه وسلم خطبته جمعه وخطبتين شري بضنان شاهي بضنائيا للقبه مرقورة مركا إسقاوي مرة واحدة لقمصه نقلنين انتو صدر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحيه المسجد كذلك لا مسو نقلين تاسنا وحي كتسنيسه وحا ويه روحا مركا خطيبك نسبدي ستحيه المسجد كينو ساقط كيو كدعي وانو مركا سارين وانو سنه اسغا او اهين مركا انو مركا تحيه المسجد كذا اننا سنه مركا اسغا ايني مركا او اهين سداس يدا ايا وحا ويه تاسنا مركا لا قادنيا سيدا ساوية دفت قاركود وحي سمعيان وحي سمعيان وحي سمعيان إنه وحوية تحيط المسجد كور مريان تنوع سوى حوية خلاف سنة المحمدية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل خلاف سنة مركة ويان مركة مشروعنا سيدا سيدي أما فيع الكاسي وحي سمعيان وحكرا علماء قاركود أي كدري شدين حديثك فصلي ركعتين علماء قاربا وحي إلادي لبضى الرقعة دود النبي أمر إياه صلى الله عليه وسلم ولبضى الرقعة دود أصناء وقبلية أبي مركة إلادي تانا وحي ودلشان روايات كحديث ك لفظي وحكو صاروطي يعني مركا أصليت قبل أن تجي مياد صوتك تأنت أنا إيمانين كهر لكن تنوع عسى علماء حفاظي وحي كحكم مركا يسوى تصحيف إنه كسو غنيا يأرن كنوع عسى أو حوية قبل أن تجلس إنه مركا تهي رواية صحيحة وهي رواية قار كود مركا تصحيف كقلا قبل أن تجي مركا إيده يعني وحي وطانو الدون يعني كدلشان انت آند إيمان قرياجي آند كإيمان كهر ميات سوتك تيلا برق عدود السنة قبلية سلاس يدا أبي مركا أفسره مركا وحيدا عند الحديث كم باب النوجود دليل السنة قبلية إني شفته لكن وحوي على كل حال الرواية الصحيحة حديث كمركا قصار ورطي وحوي قبل أن تجلس سلاس يدا وي قبل أن تجي أنا علماء حفاظة سيدا مزي إيه مركا غير كبا الشيغان وحي تلما من إني تاي مركا تصحيف رواد قاركوت كل عي وقبل أن تجي أي مركا معها مركا وخطأ يعني مركا وحوية تصحيف كدعي لفظي تجلس قبل أن تجلس مركا وحوجي سداس يذهبان وقصقني تحية المسجد كأيان ومركا يسي أرنكني يعني مركا وكساب سنياي وحكرا حديثك مركا دليلو ياهي روحا وحوية مركا صغر يضو إمامك وخطبضين أيو تحية المسجد كينو مشروع ياهي نسبدي سينو تكذا يبنان تاي يعني مشروع نسبدي سينو ياهي وينو تكذا
أي مركا أبنا أنت هاي أي مركا دليل يهاي وحكروا حديثكم مسائل شلا غلبة حيا كم إذا مركا لقد دليشنا يو يعني خطيبك عدة أولها هذلا عدة مركا يعني خطيبك أولها هذلا مستمعين تكم إذا جواب استايو جوابنا أبنا أنت هاي وحلاه ويانا نسبة سينين أن قنينين عدة خطيبك أولها هذلا جواب استين أو جوابنا أبنا أنت هاي وحلاه ويانا إنا مركا نقنينين وحلاه ويانا إنا نقنين وكذلك وحكروا لم إذا عدي مركا وحوي خطيب كله هذا شه وخطيب كي يأخذ بضينا يا هدي مركا إلا هذا شو للحاجة أيو له هذا شو سيد القرآن كي يقولوا مركا يسقى مال غلطي مركا سام مركا يسقى لقوي مركا سيد أويه أو الله شجع والله توسيه يعني مركا وحوي عين كسوكله وحيت أيوة مد مركا بنان مركا ويه أما وحوي مركا وحبا مركا يسوي حن مركا الله شجع أو مثلا وكله وحلا المركا استسقاء نصمة يعني إله النابري يعني حيلا نعسي ومشروع way nabiga sallallahu alayhi wasallam isagoo khutbadeen ninki acraabiga ee rirmiga uu soo galayay marka uu soo galay marka suulaha rasuulka rasuulki ilaahay uu xulee waa madheen yaani marka waxa weeye ee ilaahay noo bari oo marka isaga roob marka noo weydi maalintii damana saasi leega acraabiga marka isaga weydiyay oo yiri marka rasuulki ilaahay uu marka yaani daadadkiiba guriyihii dumiyay oo xoolii qaatay ilaahay noo bari inuu roobka marka isaga marka naga yaani hayo naga qabto marka maalintii damana saasu marka yaani nabiga lagu yiri sallallahu alayhi wasallam midna ba nabigu kuma inkirina waa ka aamusay taasina taqbiir weeye taqriir weeye nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka aamusay waxay noqotaa xujja sharciya ayay markaa noqotaa sida saawada in markaa ay banaan tahay in khatiibki cid la hadasho oo lil haaja ay u la hadashaa inay banaan tahay bay ku tusinaysa lil haaja waxaanu leenahay mala yaacni dadku inay iskala hadlaan maaha laakiin waxa haajo markay sagaadantu keensatay waa lagu hadli karaa oo sidaas iyada waxa weeye waa mid markaa lagu hadli karo weeye والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن